عقب إمضائه رسميا في صفوف النادي قطر القطري، عبر رفيق حليش مدافع المنتخب الجزائري عن سعادته الكبيرة بالالتحاق بهذا النادي وتوقيعه لعقد مدته 3 سنوات. المدافع السابق لأكاديميكا كوينبرا البرتغالي قال عند تقديمه لوسائل الإعلام: أنا سعيد بتواجدي هنا وأعتز باهتمام نادي قطر، وإن شاء الله سأكون في المستوى المأمول. كما أكد حليش تمسكه بالبقاء ضمن صفوف الخضر مستقبلا، وقال في هذا السياق: أتمنى مساعدة قطر على تحقيق نتائج جيدة، وأرجو أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي وجماهيره، كما أنني أسعى للحفاظ على مكانتي في المنتخب الجزائري من خلال تقديم أقصى ما عندي في دور نجوم قطر. حليش أشار في الوقت نفسه إلى بعض العوامل الأخرى التي دفعته لقبول عرض قطر وقال: العروض الأوروبية كانت موجودة قبل وبعد المونديال، لكنني فضلت بلدا عربيا ومسلما، إضافة إلى طموح نادي قطر الرياضي الذي حفزني وجعلني أختار الانضمام إليه.